سلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم، مرحبا بالمتابعين متاعي، مرحبا بالجدد وبالقدم وبالزائرين. ان شاء الله اذا عجبتهم قناتي يشتركوا ويفعلوا الجرس حتى تصلكم كل جديد، وتساهموا في تكبير قناتي ان شاء الله، اللي هي قناة الناس الكل، ان شاء الله تكون منفعة لجميع الناس. My friend, welcome in my channel. All of you, thank you for supporting me. اليوم باش نعملوا كريمه قوس قزح للاولاد في العيد ميلاد، نعملوه لعيد ميلاد البنت او الولد، طبعا يحبوها ياسر، الوان مزهريه، يعني الوان زاهيه، فيها اللون بتاع البيبي بتاع البنت، وفما بين اللون بتاع البويز، فحسب العيد ميلاد اللي عندك انت، ربي يفضلهم يا رب. ناخذوا على لتر الحليب، على 2 لترات حليب، 10 معالق نشا، انا نسيت قديش، ما ناش عارف حديت 9 ولكن 10، لكن بعد زدت كعبه خاطرش كنا نعرف نكون ناس، المهم جات بيرفكت. 10 معالق نشا، وعليه مترتين حليب، وطبعا 150 غرام سكر حسب وهنا ماء الزهر ايضا حسب انت شنو تحب. السكر التحليه راجع لكم انتوما، فانا حطيت 150 لكن انتوما تنجموا تحطوا اكثر، ونحطوه نطيبوه على الغاز، وعلى طول احنا ديما نحركوا وهي على الغاز، ما نقفوش حتى لحد الان، حتى لين طابت. هنا شوف كيفاش جهزت عندي، هنا عندي البلو الازرق وعندي الغبره بالنسبه لبنت وولد، وحطيت عليهم شويه كريمه شويه كريمه بيضه اللي طيبتها وخلطتها وحبش يعطي اللون اللي تحبه، تحب تفتحه تفتحه، تحب تغمق تغمق. وباش نعمل اللون الاخضر ايضا، ندخل فيه لون اخر الاخضر، لانه الالوان هذه كلها تمشي على البنت ومع الولد، الاخضر طبعا نحكي على الاخضر. وطبعا عندنا حاجات محضرينها باش نحشيو بها، نحطو في وسط الكريمه نتاع الكيسان، الكريمه نتاعنا نحطو الابيض، الكريمه البيضة الاولانيه، ومن بعد احنا عندنا طحنتنا الكوكيز البشكوتو، اللي هو انا عندي جراهام كوكيز معروف ياسر بالعسل، لكن تنجم تستعمل اي نوعيه اخرى نتاع، حتى نتاع السيده بنين برشا، بشكوتو السيده بنين برشا، او اي نوعيه كل واحد وشنو عنده. انا حطيت بنان، تنجم تحطوا بنان تحطوا فريز، اي نوعيه غله، المهم الصغير ياكل الغله ذيك، الكريمه ذيك واحد تجي معناها فيها في بنانه او فريز ولا حاجه في الصحفه نتاعو، يعني صحفه الكريمه. هنا نبداو نحطو في البيربل اللي هو جي بيربل يعني بنفسجي، نجم كنت نعمل فاتح المهم نكملوا، نزيد نحط، حطيت طبقه بيضه ومن بعديك طبقه زرقاء ومن بعديك طبقه بيضه، ونفس الشيء للبنفسجي، ومن بعد نزينوهم، نكمل نزينوهم فوق معناها الالوان نتاع، بعد ما نحشيو الكيسان نتاعنا كلنا، نعبيو الكيسان نتاعنا، الكاسات نتاعنا. هنا عملت الاخضر، تنجم تعمل احمر، تنجم اي لون عندك، اصفر اي لون اللي عندك، لانه ولا الاطفال يحبوا كل الالوان، لانه هو قوس قزح، فطبعا هو مع معناها يلزم الالوان كل ما تنجم تكون متوفره فيه. بعد ما عبيت الكيسين مسحتهم طبعا من الكريمه هذيك، انا ما ذقتهاش على السكر لكن نتصورها باهيه 150، لان ما نحبش يصير حلو برشا. هنا حشت بشوكولاته قلوب، اش عملت؟ مشيت ذوبت شوكولاته بيضه عاديه ولونتها، قسمتها ولونتها بالالوان اللي نحب عليها، وانا عندي قالب نتاع قلوب حطيته فيها، وحطيته في الفريزر اتجمدت بسرعه كبيره، وزينت بها من بعد حضرت، وزينت بها الكريمه نتاعنا. على فكره الشوكولاته نتاعك اذا كانت نطرت فيها شويه ماء، مثلا تبزعت فيها شويه ماء لانها باش تهلك لك، او هي تهلكت على طول، يعني تشوفها جات مش باهيه، تزيد معاها ملعقه زيت تسيح وتولي هايله برشا الشوكولاته، وانت بعد ما تذوبها فهمت، قبل ما تحطها طبعا في القوالب. هنا كملت حشيت، عملت عبيت الكيسان نتاعي وزينتهم بالقوالب، بالقلوب الالوان الملونه، القوس قزح الالوان الكل موجوده، عبيت الكيسان نتاعي وصحافي، وزينتها طبعا اللي تحب انت، جلجلين، فستق، اي نوعيه اخرى من عندك، لوز عندك، بندق عندك، اي الالوان اخرى تنجم تحطها وتزين بها حسب الاولاد يحبوا، تنجم يعني كيما تحبها انت تعملها.
فهمت هنا حضرت ولزمنا ديريكت نحطه في الفريجدير، شفتوا انا قاعده نصور فيها وبديت القلب بدا يذوب شويه، فانا يلزمني نرجعها للفريجيدير تو بعد الصوره هذه باش نرجعها للفريجيدير. المهم بعد في السهريه بعد الاكل وفي السهريه نعمل معاها كويس تي قهيوه ونقدموها تكون هي بردت صيي معناها جاهزه للاكل. ان شاء الله تعجبكم الوصفه. وتو ما بقى لي الا نقول لكم دمتم في رعايه الله، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.